اخواني اخواتي متتبعي قناه لاين تي في، اهلا وسهلا بكم اليكم. هذه المقتطفات الرياضيه المتنوعه. اول تعليق لاسماعيل السباري بعد منعه من اولمبياد باريس، ان الخبر تقول عرب الدولي المغربي اسماعيل السباري عن اسفه لعدم قدرته على المشاركه مع المنتخب الوطني الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، وذلك بسبب قرار نادي اس اندوفن الهولندي بعدم السماح له بالمشاركة. ونشر اسماعيل سيباري عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي في انستغرام، عبر فيه عن خيبة أملي لعدم قدرته على تمثيل المنتخب في هذه البطولة المهمة، قائلا للأسف لا نتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس بسبب قرار بي اس اندوفن الذي احترمه. وأضاف لاعب خط وسط اندوفن، أتمنى حظا سعيدا لزملائي في المنتخب وأدعوهم لجعل شعبنا فخورا. 7 لاعبين من المنتخب المغربي الأول سيلعبون الأولمبياد. نفسه المصدر أكد أن طارق السكتيوي بعدما أعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي الأولمبي الذي سيخوض به الأولمبياد، حيث اختار 7 لاعبين من المنتخب الأول بالتشاور مع الناخب الوطني وليد الركراكي، ويتعلق الأمر بالحارس منير محمدي، أشرف حكيمي، بلال خنوس، أسامة العزوزي، عبد الصمد الزلزولي، إلياس بن صغير، سفيان رحيمي. ووضعت قرعة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وأوكرانيا والعراق. لافونتي عن يامال بعد تألقه أمام فرنسا، تذكروا أنه فان والنهائي سيكون مختلفا تماما. كشف لويس دي لافونتي المدير الفني المنتخب إسبانيا عن سعادته بعد التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا مساء أمس على حساب فرنسا، وتلاقى المنتخب في خدم منافسات نصف نهائي يورو 2024 حيث فازت إسبانيا بهدفين لهدف. وشهدت المباراة تألقا كبيرا من قبل اللاعب الشاب لامين يامال الذي سجل هدفا خرافيا في مرمى فرنسا. وقال دي لافونتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة، لامين يقوم بأشياء تعطي تلميحات بأنه قد يكون عظيما في الرياضة، لكن علينا أن نبقى حذرين، وأضاف علينا أن نساعده من خلال إبقاء قدميه على الأرض وتطويره بأفضل طريقة. هذا يتعلق بالهدوء والسكينة في روما القديمة عندما تحدثوا عن قيصر، كانوا يقولون تذكر أنه فان، وأردف أنه يبدو وكأنه لاعب أكثر خبرة. أنا سعيد بوجودي في فريقنا وأمل أن نستمتع به لسنوات قادمة. وواصل، يجب أن أحافظ على ثقتي في هذه المجموعة من اللاعبين، إنهم يعملون دائما من أجل الصالح العام، إنهم كرماء للغاية. فيما يخص معدل عملهم، إنها مجرد علامة أخرى على أن هذا فريق لا يشبع. أنا فخور لأنني قادر على توجيه هؤلاء اللاعبين. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.